مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق واستمرارها بالتصاعد في شهر رمضان وسط شكاوى العراقيين، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. أهلا بكم دكتور. معهد شتام هاوس يؤكد أن العراقيين يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في هذه الفترة، لماذا لم تنجح الحكومة ولا حتى البنك المركزي باحتواء تذبذب أسعار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وأين ذهبت الوعود بإصلاح الواقع الاقتصادي وإرجاع الدينار إلى قيمته السابقة؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالعراق انعدام وجود أي شكل من أشكال التخطيط الاقتصادي أو المالي أو عمليات وجود برامج حقيقية لإيقاف عملية زيادة نسبة الفقر والبطالة وغيرها. نعم. يعني هذا لو نراجع مراجعة بسيطة جدا للموازنات السابقة، وحتى الموازنة في عام 2023 المسودة لغاية الآن لم يتم التصديق عليها، خالية من أي شكل من أشكال البرامج التي تهتم بالدرجة الأساسية في رفع مستوى معيشة الفرد العراقي، رغم أن وجود إيرادات عالية جدا خصوصا عام 2022 انتقالا إلى 2023 بارتفاع أسعار النفط، وهو الجوهر الأساسي للموازنة من خلال إيرادات النفط التي تشكل بحدود حوالي أكثر من 92% إذا مو أكثر في الموازنة ل 2023. خلوها يعني أن هناك حالة من حالات الترقيع التي لا تأتي أكلها في مسألة تخفيض نسب الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على أسعار المواد الغذائية، بما أن الموازنة التشغيلية والتي تشكل أكثر من 70% إلى 75% من الموازنة، وعدم وجود أي شكل من أشكال الاستثمار الحقيقي لوجود إنتاج وزراعة وغيرها من عمليات الخدمات التي تطور وتقلل من تكلفة حياة المواطن. لذلك نلاحظ أن التجار، أولاً أغلب التجار الذين يعملون على شراء العملة من أجل الاستيراد خصوصاً المواد الغذائية، هي مرتبطة بأحزاب مستفيدة من عملية شراء العملة بالسعر الرسمي وخارج السعر الرسمي. نلاحظ هذا التذبذب أدى ذلك إلى أن التاجر الذي لم يحصل على شراء عملة من البنك المركزي مضطر أن يذهب إلى السوق الحرة في عملية، وهذا يشكل خطراً في زيادة التكاليف على المواد المستوردة خصوصاً الغذائية، مما ينعكس سلباً على حياة المواطن. طيب. مع عدم وجود أي تفكير برفع مستوى الدخل والمرتبات خاصة. طيب، هنا أيضا الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات تؤكد إصرارها على خضوع المعاملات المصرفية للعراق في العراق إلى التدقيق الدولي، ولكن تستمر المصارف العراقية بعملها على نفس الوتيرة السابقة، يعني مع تفاقم عمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق إما عن طريق مكاتب الصرافة أو حتى عبر الحدود حاليا يتم بهذه الطريقة. يعني إلى متى يقف نزيف الدولار وانهيار العملة؟ حقيقة هذا صعب جدا وقفه، سواء من خلال السلوك الأمريكي أو ما يسمى بمحاربة الفساد المالي والإداري. السبب الجوهري أنه ما زال العراق خاضع لمصالح دول كبرى و كذلك أيضا دول جوار التي تتصارع في زيادة الميزان التجاري، سواء إيران أو تركيا أو دول أخرى مجاورة للعراق. نلاحظ تعمل خارج إطار الرقابة الدولية التي شكلت العام الماضي نهايتها وحتى بداية هذا العام حالة من حالات الاضطراب التي أوقفتها
من خلال البنك الفيدرالي للإيرادات النفطية الداخلة من في حسابات العراق. نعم. ولذلك نلاحظ أن هناك عمل غير قانوني في مسألة بيع العملة يومياً الذي يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار. نعم. بأوراق قد تكون رسمية، ولكن اتجاه هذه الأموال إلى جهات قد تؤدي إلى عدم إعادتها كمواد نعم. من خارج العراق إلى الأسواق العراقية بنسب بسيطة جداً، ولذلك تبقى عملية ارتفاع الأسعار والتلاعب بها من قبل التجار أو غيرهم، وينعكس ذلك على أسلوب معيشة الفرد العراقي في حالة من حالات التنافس. طيب دكتور، هنا السؤال، لماذا لا تتبنى الحكومة حاليا وزارة التجارة تتبنى استيراد هذه المواد وتوزيعها على المواطنين لكي تسيطر على ارتفاع الأسعار؟ لا تتمكن وزارة التجارة حقيقة في عمليات الاستيراد، لأن عملها غير دقيق وغير مخطط له بشكل دقيق، والدليل على أن سلع البطاقة التموينية وما تحتويه على مدى 20 سنة الماضية لم تتمكن من الإيفاء بها بشكل صحيح. نعم. لصالح المواطن. طيب. هذا جانب خطير جدا. نعم. علما بأن التخصيصات المالية للبطاقة التموينية هي خارج التخصيصات الخاصة بوزارة التجارة. نعم. يعني لغاية الآن العام الماضي لم يستلم الفلاحين تخصيصاتهم في عملية البيع والشراء لمنتجاتهم من الحبوب وغيرها، لاحظ. نعم. لذلك رصدت وخصصت أموال في الموازنة 2023 لعمليات دفع تخصيصات الفلاحين والديون المترتبة على الدولة. طيب، على الجانب الآخر، وزارة التخطيط الحالية في العراق تقر بتزايد نسب الفقر في العراق بسبب وجود مشاكل تصفها بأنها مشاكل متجذرة. يعني الأعلى في الفقر كانت محافظة المثنى، وصل بها نسبة الفقر 50%، يعني نصف سكان هذه المحافظة تحت خط الفقر، إضافة إلى القادسية ذي قار ميسان بين 45 إلى 48%، يعني تقريبا أيضا نصف عدد السكان. ماذا لو تفاقمت الأمور أكثر ولم تجد الحكومة أي حلول تجاه انخفاض الدينار، ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية مع هذه النسب المخيفة في المحافظات؟ حقيقة فعلا مخيفة، ظاهرة، أصبحت ظاهرة. يعني الفقر بنسبة بالعراق بشكل عام وزارة التخطيط أقرت أنه 25%. نعم. بينما مقارنة ب 2019 كان 20%. نعم. يعني هناك 2019 دخل الإيراد للعراق في الإجمالي المحلي، لاحظ، لا يتجاوز 200 تريليون دينار عراقي. نعم. بينما 2022 يتراوح بحدود حوالي 250 إلى 270 تريليون دينار عراقي الإجمالي المحلي، ونسبة الفقر تزداد. يعني رغم زيادة الإيرادات للعراق إلا أن نسب الفقر تزداد، وهذا دليل على حالة التخبط من أسبابها الجوهرية والأساسية. نعم. تذبذب أسعار صرف الدينار، خلو الموازنات من أي شكل من أشكال البرامج، العجز الكبير. يعني لماذا هذا العجز الذي يقدر بحدود 63 مليار تريليون دينار عراقي في 2023، علما بأن القانون. نعم. وهنا نبقى دكتور في حلقة مفرغة بالعالم. نعم، نبقى في حلقة مفرغة لا نفهم لماذا ينخفض الدينار يرتفع الدولار وتبقى الموازنات غير مقررة. نشكركم الشكر الجزيل من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، معذرة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لوجودكم معنا. الله.